مرصد جنيف الدولي لحقوق الإنسان يفتتح أشغال ندوته حول دور المرأة في تعزيز السلم بالقارة الإفريقية على هامش أشغال الدور 55 لمجلس حقوق الإنسان، باستدعائه للعديد من الخبراء والمتدخلين في هذا المجال والذين راكموا تجارب عديدة في الاشتغال مع المرأة بالخصوص حول هذا الموضوع، وأكيد استحضار القرار 1325 القرار الأممي وتسعة القرارات اللاحقة التي تعنى بأجندة المرأة والسلام، سوف يكون حاضرا لفتح النقاش أيضا مع فاعلين آخرين وخصوصا تلك المنظمات غير الحكومية التي تشتغل سواء على المستوى الدولي أو أيضا بساحة جنيف حول هذا الموضوع، من أجل يعني تدارس هذا الموضوع الذي أصبح يطرح نفسه بشدة علينا نظرا لهذا السياق الذي أصبح يعرف الكثير واتساع رقعة الحروب والكثير من النزاعات، وأصبح لزاما أن نتحدث حول دور المرأة الفاعل في بناء السلم. ويجب استحضار أيضا بأن القرار 1345 لا يتحدث فقط عن المرأة في وضعية نزاع ودورها في بناء السلم، ولكنه أيضا يتعلق ببناء السلم في أوقات السلم أيضا. كان لي اليوم الشرف أنني قمت بتسيير هذه الندوة حول القرار الأممي 1325 حول تنزيل أجندة المرأة والسلم، من خلاله ناقشنا البيئة القانونية وكذلك المواثيق الدولية المتعلقة بتنزيل هذا القرار، وأيضا آليات حماية النساء والفتيات من كل أشكال العنف والتمييز خصوصا في مناطق النزاعات وكذلك خلال الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية. قمنا أيضا بتقديم بعض مبادرات تمكين النساء في الوساطة الدبلوماسية من أجل حل النزاعات، وأخيرا قدمنا خطة طريق لترافع المجتمع المدني حول تنزيل هذا القرار في مختلف الدول الإفريقية. أتيت اليوم بدعوة كريمة من المرصد الدولي مرصد جنيف الدولي لحقوق الإنسان من الصديقة العزيزة عائشة رئيسة مؤسسة المرصد لتبادل التجارب في الخطط الناجعة والخطوات التي طبقت في اليمن حول تنفيذ القرار 1325 والخطة الوطنية المعمولة في اليمن، وأيضا الاستفادة من تجربة المغرب وعدد من التجارب الأخرى. بالنسبة لنا يعني في اليمن كانت هذه تجربة غنية، حيث تضافرت يعني الجهود من أجل إبراز هذه الخطة. اشتغل عليها المجتمع المدني اليمني، النساء اللاتي كانوا حريصات بشكل جاد على أن تكون هذا القرار 1325 أن يلقى صدى وأن يلقى خطوات تنفيذ على الساحة اليمنية. لذلك شاركنا في الإعداد لهذه الخطة، وحاليا أيضا نشارك باسم مبادرة مسار السلام في اليمن بعدد من المحافظات في مسألة توطين الخطة الوطنية وفي مسألة نشر الوعي والفهم والاستيعاب وإعادة المشاورات والتدريب والتأهيل للتعرف بشكل أعمق وأكبر على القرار 1325. شكرا لكم.